الزراعية مباشر. حد يسمع لنا؟ انا عندي مشكلة مش لاقيين تعامل يا بيس، عايز محدش يعرفني. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الظروف اللي بتمر بيها مصر دي مهما كانت صعبة، فالشعب المصري مصمم على انه يكمل مسيرته، يكمل خارطة الطريق. لو كلنا بصينا للتاريخ المصري هنلاقي ان مصر مرت بظروف اصعب من دي بكتير، وعايزين نعترف ان احنا في حالة حرب بنقاوم الإرهاب، بنقاوم أيادي التخريب التي تهدف إلى عرقلة مسيرة التقدم والتنمية. علشان كده الشعب المصري كله بالرغم من حزنه وبالرغم من المعاناة اللي بيلاقيها لما بيشوف وينزل ويتكلم مع أهالي الشهداء وأسرهم، وهم أيضا أبناء الشعب المصري جميعا، هو برضو في ظل هذه الظروف مصمم إن هو يشتغل ويكمل. بالنسبة لنا متابعين مع المزارعين، متابعين مع الفلاح المصري أرضه وشغله، الأمن القومي الغذائي. قناة مصر الزراعية دائما تتابع المزارع في جميع الظروف، في جميع الأحوال السياسية. مكملين معاكم النهاردة في الزراعية مباشر متابعتنا لأهم ما يهم الفلاح المصري من تساؤلات واستفسارات. أهلا بكم.